ايه؟ ممكن تويت بس ثانية اهو بدور. وايه اللي خلى اوكل علي اصلا يجي الشركة عندنا؟ ما كان يستنى عربية الفرح دي بره، اتليست كانت العلبة وقعت بره وما شايلناش ذنبه. طب فرح انا هقفل معاكي عشان اعرف ادور. باي. يا بنتي اللي هي ازاي وسط الكركبة دي؟ هي علبة زرقاء. انا بجد اي كانت بليف ان اوكل علي نسي علبة الدبلة. علبة الدبلة؟ انت فاكرة ان اللي ضيعها دي علبة دبلة؟ امال علبة ايه؟ بص انت لسه صغيره وانا لسه فلافي فمش هينفع اخدش حقك. ده كده اونكل علي هيفضحنا لو ما لقيناش علبه ميشن. بس اسكتي ازاي هتقوليها؟ ده انا مكسوف يا شيخ. يا شيخ انا بحمر خجلا لما بشوف نالة بتاعت الاسد الملك وانت تلاقيكي فاتحه صيدليه في اوضتك. نالة؟ اه اصلي كنت بكراش عليها زمان. مازن تعرف ان نالة دي مش انسانه صح؟ دي اسده صغيره وفي كرتون. لا خدي بالك الاسده دي لما هتكبر هتبقى حاجه تانية. ايه الضحكه الحلوه دي؟ وات. طب ايه الكتف ده بقى مش هينزل يشوف الكتف ده نزل ليه؟ في ايه مازن؟ اقصد يعني بما اننا حلينا التروما والهيلينج بقى في السيلينج سو مش ممكن نستهبل بقى ونقع في حب بعض؟ مازن I can't fall in love with you. لا ما اقصدش معايا انا، يعني اقصد تقع في الحب عامه. ولا انت بتلمحي لي بحاجه ولا ايه؟ ميبي ممكن احب حد بس اكيد مش انت. ليه؟ وحيد الخليه؟ ما انا بتكسر بالتبرعم زي كل الفطريات. مازن انت بالنسبه لي الصاحب الكيوت الفلافي ماي بيست فريند اللي مثلا لو حبيبي ضايقني هتروح وتضربه. لا مش هتلاقيها دي، مش هتلاقيها اضربه دي والله. ليه مازن؟ ليه انت مش باصه قدامك اللي ليه؟ ليه ايه؟ وبعدين لما حبيبك يزعلك هسيبه يزعلك عشان حبيتيه وسبتيني، مش هضربه لا. وسيبك تقع على بوزك ويقول لك لما نعوزك. اوه انت لسه كيوت وفلافي كده.